ينضم إلينا من العاصمة الأردنية عمان الدكتور عصام ملكاوي، أستاذ الدراسات السياسية والاستراتيجية. دكتور عصام، بعد التحية، كيف يمكن التوقع بما سيحدث في البحر الأحمر، خاصة في ظل استهداف الحوثيين لهذه السفينة البريطانية الأخيرة بوليكس، وهي سفينة نفط، وأيضا المحادثات ما بين وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون مع الصين لحث إيران على تهدئة الأوضاع من الجانب الحوثي؟ صباح الخير لك والمشاهدين. حقيقة أن ما نشهده الآن في البحر الأحمر وتعرض سفينة أو ناقلة النفط البريطانية إلى ضربات الحوثيين، أعتقد أنها رسالة موجهة إلى التحالف حارس الازدهار الذي تشارك فيه بريطانيا، على اعتبار أن الهدف الذي من أجله أطلق حزب أنصار الله هذه القذائف على هذه السفن نتيجة الحرب في غزة، وبالتالي يقول عندما تقف الحرب على غزة أنا سأوقف عملية إطلاق الصواريخ والقذائف على السفن المارة باتجاه موانئ إسرائيل. لكن الحقيقة أنا يعني أخذ الأمور بمنحى آخر وبصورة أخرى، أنه لابد هنا أن يكون للبحر الأحمر نوع من التواجد الدولي الجديد على اعتبار أن إفرازات معركة غزة أعطت مكانة جديدة ذات أهمية استراتيجية للممرات الدولية في البحر الأحمر، وبالتالي كان لابد من وجود هذه القوة التي يجب أن تسيطر على هذا الممر المائي والممرات الدولية، سواء كان من الشمال أو الجنوب. ولكن مفهوم عسكرة البحر الأحمر لم يعد هو مفهوم أوروبي أو أمريكي، أصبح هناك تنافس أوروبي أمريكي على عسكرة هذا البحر، ونجد أن ألمانيا لم تكن موجودة بتحالف حارس الازدهار، ولكن بريطانيا موجودة، وكلنا يعلم أن بريطانيا هي حليف مقرب للولايات المتحدة. إذا لماذا قامت بعض الدول الأوروبية بإنشاء خطة سبيدس أو خطة الدرع لحماية الممر؟ لأن كان يجب أن تدخل ضمن حارس الازدهار، لكن يبدو أن هنالك تنافسا في عسكرة البحر الأحمر، وبالتالي الهيمنة التي يجب أن تكون للدول الأوروبية. أن نحن ننتظر أن هنالك تغير في استراتيجية دولية يصبح الاتحاد الأوروبي منفصل عن الناتو، وبالتالي له ناتو أوروبي خاص به. هذه متغيرات دولية كل يعني ينظر إليها على أن معطيات الحرب على غزة غيرت معالم كثيرة جدا على الساحة الدولية، وما زالت الولايات المتحدة تماهى مع إسرائيل في هذه الحرب. الحوثي عندما أطلق قذائفه هو لم يغير شيئا، اللهم أن يعني أبطأ من سلاسل التوريد إلى الموانئ الإسرائيلية ويعني أطال طرق التزويد عندما التفت البواخر حول الرجاء الصالح، لكن العملية هي ما يمكن أن تسفر عنه هذه الأمور. أما ما يتعلق ب اتصال كاميرون مع القيادة الصينية للضغط على إيران للضغط على الحوثيين، يعني وكأن هنالك نوع من يعني إعطاء دليل على أن هذه التحركات كلها هي نتيجة هذا الفعل الذي يقوم به الحوثيين. أنا أعتقد أن الحوثيين لا يمكن أن يقرروا مصير البحر الأحمر، ولكنهم هم صحيح نعم يعني أن البعوضة تدمي مقلة الأسد، يعني هنالك ويمكن أن يحصل إيذاء، ولكن ألا يستطيع الغرب والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا أن يفكروا لماذا وصلت بهم الأمور إلى هذا الحد؟ نعم. أعتقد أن التفكير والعودة إلى السؤال الذي لماذا وصلنا إلى هذه الأمور، أعتقد أن الجواب سهل جدا، إنه التمادي والغطرسة الإسرائيلية على حقوق الشعب الفلسطيني سواء كان بالضفة الغربية أو بقطاع غزة. يعني فيما يتعلق بالحث أو حث وزير الخارجية البريطاني
لبكين للضغط على إيران لتهدئة الأوضاع، يعني ما توقعاتك برد بكين أو رد الصين لهذا الأمر؟ يعني أنا أعتقد أن هذه الأمور أولا تعطي قيمة مضافة إلى القيادة الصينية والقيادة الإيرانية، وهذه يعني أنا أستغرب عندما نقول أن هنالك تنافس غربي صيني ومعاداة غربية لإيران، ثم نجد أن في هذه المعركة التي نلاحظها في قطاع غزة أن الصين أخذت دورا محوريا وأن إيران أصبحت هي اللاعب الأساسي في هذه الحرب، بغض النظر إن شاركت أو لم تشارك، ولكنها هي الضابط لإيقاع العمليات من قبل وكلائها في المنطقة. إذن كيف يمكن أن نفسر هذه العلاقات الثنائية الغير ودودة ما بين الغرب والصين وما بين الغرب وإيران؟ ولكن أعتقد أن المستفيد الأول من كل هذه الأمور حتى من هذا الاتصال هي الصين وإيران، حتى ولو كان اتصالا رمزيا، يعني يشعر بنحو من المودة في العلاقات الدولية، ولكن العلاقة الدولية لا تفهم إلا لغة المصالح، والصداقة الدائمة غير موجودة، إضافة إلى أن العداوات الدائمة غير موجودة. لا يمكن هذا الاتصال أن يؤتي كله إطلاقا، لأن الحوثيين يمكن أن يصرحوا ويقولوا كما قالت إيران منذ مدة أننا ليس لنا سيطرة على هؤلاء، نعم هناك تحالف ولكن ليس لنا سيطرة على قيادة هذه الأحزاب أو هذه الأذرع الموجودة. نعم. وطبعا بغض النظر عن صدق هذه المقولة أو عدمها، أعتقد أن الحوثي سيستمر في ضرباته المؤثرة على الممر المائي، إضافة إلى أن حتى خطة سميدس لم تعطي قرارا باستخدام الضربات الجوية على الأراضي اليمنية، علما بأنه تم تأسيس فرق بحرية وفرق جوية، وأنيطت القيادة إلى اليونان والإيطال لأنهم دول بحرية مشهود لهم في الممارسات أو القتال والعمليات العسكرية البحرية. نعم. إذن هل نجد أن فرنسا يمكن أن تؤدي دورا وهي لم تكن موجودة في حارس الازدهار؟ ألمانيا وهي لم تكن موجودة في حارس الازدهار؟ هل هناك نوع ما من الخلط الأوراق في المنطقة وفي استراتيجية الدول نتيجة التوتر في البحر الأحمر؟ هي أسئلة دائما نحاول أن نبحث فيها ونجيب عليها. نعم، الدكتور عصام ملكاوي أستاذ الدراسات السياسية والاستراتيجية، كنت معنا من العاصمة الأردنية عمان، شكرا جزيلا لك.